وهذا فندق جراند ماجادور في الدار البيضاء، من أفخم الفنادق في كازابلانكا، فيه أكثر من 500 غرفة وأكثر من 10 مصاعد. ده مصاعد جنب بعض ومرافق متعددة الأغراض، خدمات بنكية ومصرفية. الفخامة تتحدث في كل زاوية من زوايا الهوتيل، غرف وسويتات وأجنحة وكل أنواع الغرف متواجدة. ما شاء الله تبارك الله. الدار البيضاء كلها أمامك، وهذا ميناء الدار البيضاء، وهذا شارع الجيش الملكي. حتى المحمدية تبان من هنا، من الطابق 16 أو 17. شوف الفخامة كيف تقعد ساعة لما توصل إلى آخر الغرفة. هذه غرفة عادية جدا، أبو سريرين، وإطلالتها كلها على الدار البيضاء وعلى الميناء. وفي كل غرفة حمامين.